مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خلال يوم الغد بإذن الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب عابرة تقريبا على كل المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية ستكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية نحو السواحل الوسطى الوسطى الشرقية وحتى بالنسبة للمرتفعات الشرقية تبقى ضعيفة جدا نحو السواحل الشرقية ومحلية أما بالمناطق الغربية نسبة رطوبة عالية ضباب سيميز صباح الباكر أغلب السواحل مرتفعات وحتى المرتفعات الوسطى والشرقية إذن الرؤية ستكون ضعيفة محليا يجب أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين خلال النهار بحول الله الأجواء ستبقى قليلة السحب نحو المناطق الغربية أجواء مشمسة تماما بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي مرتفعات الهجار وتاسيلي كذلك بالجنوب الغربي بينما أجواء مغاشة على العموم بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تكون باردة دون صفر بالمناطق الداخلية ثلاث درجات تحت الصفر بالجلفه كذلك بسعيده بالبيض ما بين اربع الى ثمانية درجات بالسواحل درجتين فقط جنوبا ببشار ثلاث درجات بغردايه ست درجات بالواد بالمغير ورقله حتى بتندوف واضرار نفس المقياس بالنسبه لجانت ترتفع الى تسع درجات بالصحراء الوسطي وخمسة عشر كلما اتجهنا نحو اقصى الجنوب بالنسبه للحراره القصوى خلال ظهيره الغد تبقى تقارب المعادله مقاييس ما, ما بين 11 الى 15 درجة بالمناطق الداخلية أدنى مقياس بالبيض ب 11 درجة ما بين 16 الى 17 بالسواحل نفس المقياس بالثورة شمال الصحراء والواحات 20 درجة بالنسبة لتندوف بن عباس كذلك بأضرار ترتفع إلى 23 درجة بإيديزي بإيلامناس حتى بإي صالح وترتفع أكثر نحو أقصى الجنوب لتقارب 32 درجة البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي رياح معتدله احيانا تشتد بسواحل الغربيه لتقرب خمسين كيلومتر في الساعه خلال اواخر النهار ضمن تيارات شماليه شرقيه تدور الى غربيه شماليه غربيه نحو السواحل الشرقيه خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله سنرتقب عبور سلسلة من الاضطرابات الجوية، الأول سيكون خلال يوم الثلاثاء بحول الله، يخص كل المناطق الشمالية بسحب سفلى، الأجواء ستكون غائمة على العموم بسواحل الوسطى والشرقية، الأمطار أيضاً بحول الله ستكون حاضرة، ضباب سيميز المرتفعات الوسطى والشرقية، سحب عابرة نحو المرتفعات الغربية، والرياح ستشتد على كافة المناطق ساحلية بينما بالجنوب الاجواء ستكون مشمسه على شمال الصحراء اقصى الجنوب الجنوب الغربي بينما ستكون غائمه على العموم بالصحراء الوسطى لغايه اقصى الجنوب الشرقي احتمال لامطار محليه خاصه بالصحراء الوسطى درجة حرارات تقارب المعدل الفصلي يوم الاربعاء اضطراب جوي اخر سيشمل المناطق الغربيه والوسطى وحتى بسواحل الشرقيه يخصها ببعض الامطار المحليه رياح قويه دائما نحو المناطق الساحلية تحسن في حالة الطقس نحو الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي يوم الخميس بإذن الله تبقى أجواء مشمسة على كافة مناطق الجنوب الكبير وسحب عابرة ستميز كل المناطق الشمالية بقايا الأمطار تبقى تخص السواحل الوسطى والشرقية ورياح قوية نحو السواحل الغربية الهضاب الوسطى وكذلك الشرقية أما عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و وأربعون دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساء و عشر دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى